بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا في الايام المقبله القريبه القادمه نستقبل شهرا كريما وموسما رابحا عظيما شهر الخيرات والبركات شهر المنح والهبات شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار شهر من صامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن فطر فيه صائما كان له مثل اجره ومن اتى فيه بعمره كان كمن اتى فيه بحجه فهو فهو شهر الخير والبركه وشهر رمضان فرضه الله عز وجل على عباده في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان والحج وقد اجمع المسلمون اجماعا قطعيا معلوما بالضروره من الدين على فرضيه صيام رمضان فمن انكر صيامه فهو كافر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين واما من ترك صيام رمضان تهاونا وكسلا فهو على خطر عظيم وكان فرض صيام رمضان على مرحلتين المرحله الاولى التخيير بين الصيام والاطعام مع تفضيل الصيام والمرحله الثانيه تعين الصيام ففي الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال لما انزل الله قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي فعل ومن اراد ان يصوم فعل حتى انزل الله الايه بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم فكان الصيام عينا لا خيار فيه او لا خيار معه وصيام رمضان مع كونه فرضا من فروض الاسلام وركنا من اركانه الا ان فيه فضلا عظيما وثوابا جزيلا فمن فضائل الصوم ان الله عز وجل كتبه على جميع الامم قبلنا كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فلولا ان الصيام عباده عظيمه جليله ما فرضه الله عز وجل على جميع الامم ومن فضائل الصيام ايضا انه سبب لحصول التقوى قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وذلك ان الصائم حال صومه مامور بفعل الواجبات والمستحبات ومنهي عن فعل المحرمات والمكروهات وهذه هي حقيقه التقوى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه ومن فضائل الصوم انه سبب لمغفره الذنوب وتكفير السيئات ورفعه الدرجات قال النبي عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر ومن فضائل الصوم ايضا ان الصائم يوفى اجره من الله عز وجل بغير حساب كما قال الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلي للصائم فرحتان يفرحهما فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه ومن فضائل الصوم ايضا انه جامع لانواع الصبر الثلاثه ففيه صبر على طاعه الله لان الانسان يلزم نفسه بالصيام وفيه صبر عن معصيه الله لانه يمتنع حال صيامه عن المحرمات الخاصه وهي المفطرات وعن المحرمات العامه كالكذب والغيبة والنميمة ونحوها وهذا صبر عن معصية الله وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة لأن الصائم يناله شيء من الجوع والعطش ولا سيما في أيام الصيف التي تكون طويلة ومع ذلك يصبر ويحتسب الأجر على الله تعالى فإذا كان الصوم جامعا لأنواع الصبر الثلاثة فقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ومن فضائل الصوم أيضا أنه يشفع للعبد يوم القيامة قال النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن اي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه قال فيشفعن وصيام رمضان انما يجب بشروط سته صيام رمضان اداء انما يجب بشروط سته الشرط الاول الاسلام فالكافر لا يجب عليه الصوم بل ولا يصح منه لأنه بل يؤمر بالاسلام اولا ثم يخاطب بالصيام ثانيا وانما لم يصح الصوم من الكافر لوجود مانع يمنع من صحه العمل منه وهو الكفر فالكفر مانع من قبول العمل قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فبين سبحانه وتعالى ان المانع من قبول النفقات والصدقات هو كفرهم بالله عز وجل الشرط الثاني من شروط وجوب الصيام البلوغ ان يكون بالغا فغير البالغ لا يجب عليه الصيام لكن ان كان الصبي غير البالغ ان كان مميزا ويطيق الصيام فان وليه يامره بذلك فان وليه يامره بذلك اولا اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله حيث كانوا يصومون صبيانهم وثانيا لاجل ان يالف على الصيام وان ترتاض نفسه وتعتاد عليه بحيث اذا بلغ لم يكن الصيام شاقا عليه واما الصبي الذي لا يميز وهو الذي لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب يعني من له دون ست سنين فهذا لا يصح منه الصيام لماذا؟ لعدم تمييزه لان الصوم لا بد فيه من النيه والنيه لا تتصور من غير المميز الشرط الثالث من شروط وجوب الصيام العقل فغير العاقل من مجنون او غيره لا يجب عليه الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ فالمجنون او من زال عقله بجنون او غيره لا يجب عليه الصيام ولان الصيام عباده لا بد فيها من النيه والنيه محلها العقل وغير العاقل لا تتصور منه النيه فعلى هذا المجنون الذي قد زال عقله سواء كان جنونه اصليا ام طارئا لا يجب عليه الصوم وكذلك ايضا الشيخ الكبير الذي قد بلغ من الكبر عتيا وسقط تمييزه وبلغ حد الهذيان لا يجب عليه الصوم واما اذا كان الشيخ الكبير مطيقا للصوم فإنه يجب عليه. والشيخ الكبير من حيث الصوم وعدمه لا يخلو من اربع حالات. الحال الاولى ان يكون الشيخ الكبير مطيقا للصوم من غير مشقة عليه فيجب عليه ان يصوم. والحال الثانية ان يكون عاجزا عن الصوم لكن عقله معه. فهذا يعدل من الصيام الى الاطعام بمعنى انه يطعم عن كل يوم مسكينا. والحال الثالثه ان يكون الشيخ الكبير قد زال عقله وسقط تمييزه وبلغ حد الهذيان بحيث لا يميز فهذا لا شيء عليه لا صيام ولا اطعام لعدم تكليفه فهو كالمجنون. والحال الرابعة أن يكون الشيخ الكبير ممن يميز أحيانا ويهذي أحيانا فيجب عليه الصيام في حال تمييزه دون حال هذيانه الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم الاستطاعة وضدها العجز فالعاجز عن الصيام إن كان عجزه مما يرجى زواله كالمريض مرضا يرجى برؤه فإنه يؤخر الصيام إلى أن يبرأ يعني يفطر وإذا برئ قضى ما أفطره من أيام وأما إذا كان وأما إذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه فهو كالشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينا فالمريض إذا كان مما إذا كان مرضه مما يرجى برؤه ويرجى زواله فإنه يؤخر فإذا برئ صام وقضى ما عليه من أيام وأما إذا كان مرضه مما لا يرجى زواله كالمريض نسأل الله العافية مرض السرطان أو الفشل الكلوي أو غيره من الأمراض المستعصية فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا والمريض او المرض من حيث الصوم لا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يكون المرض يسيرا لا يشق على الانسان ولا يضره كوجع الضرس والصداع اليسير الذي لا يشق ولا يضر فهذا لا يسقط فريضة الصيام بل يجب عليه أن يصوم والحال الثانية أن يشق الصوم على المريض ويضره أن يكون الصوم مشقا ومضرا عليه بحيث يحصل له مشقة وضرر وضابط الضرر ضابط الضرر زيادة المرض أو تأخر البرء فاذا كان المريض يخشى من الصوم يخشى انه اذا صام زاد مرضه او تاخر برؤه بدلا من ان يبرا في شهر يحتاج الى شهرين او ثلاثه فالصوم في حقه محرم لا يجوز ان يصوم اذا كان الصوم يضره لان الله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم ويقول عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فيجب على من كان الصوم يضر, يضر, يضر به ان يفطر وان يقضي ما افطره من ايام بعد برئه الحال الثالثه ان يكون الصوم مشق ان يشق الصيام على المريض مشقه من غير ضرر يعني عليه مشقه لكن لا ضرر عليه فالصوم في حقه مكروه يعني يكره له ان يصوم لان في صيامه عدولا عن رخصه الله عز وجل والله تعالى يقول ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وقال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته الشرط الساء الخامس من شروط وجوب الصيام أداء الإقامة يعني أن يكون الإنسان مقيما ببلده فإن كان مسافرا فإنه لا يجب عليه الصوم فالمسافر يخير ان شاء صام وان شاء افطر لقوله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر ولكن ما حكم الصوم بالنسبه للمسافر؟ الجواب الصيام بالنسبه للمسافر لا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يشق الصوم على المسافر مشقه عظيمه لا تحتمل فالصوم في حقه محرم والفطر واجب والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكانوا صائمين قال حتى بلغ بلغنا كراع الغميم وهو وادي عسفان فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان بعض الناس قد ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون فيما تفعل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فلما قيل له ان بعض الناس قد صام يعني مع المشقه قال عليه الصلاه والسلام اولئك العصاة اولئك العصاة وثبت ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فراى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال عليه الصلاه والسلام ما هذا؟ يعني ما هذا الزحام وهذا الرجل الذي ظلل عليه؟ قالوا صائم انه رجل صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل حال هذا الرجل الذي يشق عليه. الحال الثانيه من احوال الصوم للمسافر ان ان يشق عليه الصوم مشقه يسيره محتمله، بمعنى انه يتحامل على نفسه ويصوم. فالصوم في حقه مكروه. لأن فيه عدولاً عن رخصة الله تعالى والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته والحال الثالثة أن يتساوى الأمران أن يستوي عنده الصوم والفطر بحيث يكون صومه وفطره سواء فاختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل فذهب بعض اهل العلم الى ان الفطر افضل في هذه الحال اخذا بالرخصه وقيل وهو القول الثاني ان الصوم افضل اذا استوى عنده الصوم والفطر فان الصوم افضل وهذا القول هو الراجح ان الصيام افضل لوجوه اربعه الوجه الاول ان ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه ومن المعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يفعل الا ما هو اكمل وافضل الوجه الثاني من اوجه تفضيل الصيام انه يدرك الزمن الفاضل فالصوم في رمضان ليس كالصوم في غير رمضان والوجه الثالث انه اسرع في ابراء الذمه واسبق الى الخير وقد قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات وقال وسارعوا الى مغفره من ربكم الوجه الرابع انه ايسر على المكلف غالبا لان كون الانسان يصوم مع الناس ايسر له واسهل عليه مما لو صام وحده لانه ربما لو افطر وتراكمت عليه الايام ربما شق عليه القضاء بل ربما توانى في القضاء حتى يأتيه رمضان الثاني وهو لم يؤد ما عليه وما في, وما في ذمته من صيام رمضان السابق الشرط السابع من شروط أو السادس من شروط وجوب الصيام الخلو من الموانع ونعني بذلك عدم الحيض والنفاس فالحيض والنفاس مانع من صحة الصيام ومن وجوب الصيام بالأولى فالحائض والنفس لا يجب عليهما الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن لما سئل عليه الصلاة والسلام عن نقصان دينها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم وهذا النقصان في دين المراه نقص او نقصان لا تلام عليه لانه بغير اختيار منها فهو نقص لا تلام عليه بل كونها تترك ما امرها الله عز وجل كونها تترك ما اوجبه الله عز وجل عليها من الصيام هذا من الامور الواجبه فالمهم ان الحائض و النفس لا يجب عليهما الصيام وسواء حاضت المرأة في أول النهار أو أم في آخره فإن صيامها يفسد بذلك فلو أن امرأة نوت الصيام وفي أثناء صيامها أتاها الحيض فإن صيامها يفسد وكذلك أيضا لو حاضت ولو قبل الغروب بلحظة فإن صيامها يفسد وأما لو احست بالام الحيض قبل غروب الشمس ولكنها لم ترى الدم الا بعد غروب الشمس فان صيامها صحيح فالعبره ليست بوجود الالام وان تشعر بحصول الحيض او انتقاله العبره برؤيه الدم وخروج الدم ولهذا قال الله عز وجل ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فمتى وجد الاذى وجد الحكم من ترك الصلاه وترك الصيام ومتى لم يوجد الاذى لم يوجد الحكم من وجوب الصلاه ووجوب الصيام والحائض والنفس تفطران ولكن عليهما القضاء عليهما القضاء يعني انها تقضي ما افطرته ايام حيضها وايام نفاسها ولهذا لما سئلت عائشه رضي الله عنها فقيل لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ قالت رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك يعني الحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا ما يتعلق الشق الأول أو المسألة الأولى بما يتعلق بهذه المحاضرة وهي شروط وجوب الصيام ننتقل إلى المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالمفطرات التي تفطر الصائم المفطرات التي تفطر الصائم سبعة أنواع الأكل والشرب وثانيا ما كان بمعناهما وثالثا الجماع ورابعا انزال المني بشهوه والخامس اخراج الدم بالحجامه والسادس القي والسابع خروج دم الحيض والنفاس هذه هي المفطرات فاما الاول وهو الاكل والشرب فمتى اكل الانسان او شرب في نهار رمضان عالما عامدا مختارا فان صيامه يفسد بذلك فالاكل والشرب من مفسدات الصوم سواء كان الاكل والشرب معتادا ام غير معتاد قال اهل العلم حتى لو ابتلع خرزه او حصاه او اكل ترابا فانه يفطر بذلك لأن ذلك يسمى أكلا وقد قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى أن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فالأكل والشرب الأكل والشرب مانع من صحة الصيام ومفطر للصائم من أي باي حال كان سواء كان نافعا ام ضارا وسواء كان معتادا ام غير معتاد للايه الكريمه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فمفهوم الحديث ان من تعمد ذلك فان صيامه يفسد الثاني من المفطرات ما كان بمعنى الاكل والشرب يعني ما ليس اكلا وشربا ولكنه في معنى الاكل والشرب كالابر المغذيه التي يستغني بها الانسان عن الطعام والشراب فالابر المغذيه التي يستغني بها عن الطعام والشراب تفطر الصائم لانها تقوم مقام الاكل والشرب ولذلك تجد ان بعض المرضى يمكث ازمنه طويله بل ربما مكث سنين وهو يتغذى على الابر المغذيه والمغذيات فهي تغذي البدن وتقوم مقام الطعام والشراب فلا يجوز للصائم ان يستعمل الابر المغذيه او المغذيات الا في حال الضروره كالمرض الذي يبيح له الفطر. واما الابر التي لا تغذي الص... التي لا تغذي البدن ولا تقوم مقام الاكل والشرب وانما تكون مسكنه للالم او لعلاج ك... كابر الانسولين ونحو ذلك فهذه لا تفطر الصائم. الابر التي تستعمل علاجا اما تسكينا لألم او معالجه مرض او ابر الانسولين التي تستعمل لمرضى السكر وما اشبه ذلك هذه لا تفطر الصائم لانها ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب الثالث المفطر الثالث من المفطرات وهو اعظمها واشدها واغلظها الجماع فاذا جامع الانسان في نهار رمضان والصوم واجب عليه ترتب على هذا الامر على جماعه خمسه احكام الحكم الاول الاثم ياثم بذلك لانه ارتكب محرما ومنهيا عنه ثانيا فساد الصوم ثالثا وجوب الإمساك بقية يومه، يعني يجب أن يمسك بقية اليوم ولا يقول إن صيامي فسد فلأن أتم اليوم مفطرا لأنه استباح هذا اليوم بفطر محرم فهذا اليوم يلزمه إمساكه شرعا فيجب عليه أن يمسك بقية يومه الحكم الخامس وجوب القضاء والحكم الرابع وجوب القضاء والحكم الخامس وجوب الكفاره المغلظه وهي على الترتيب عتق رقبه فان لم يجد الرقبه او ثمنها صام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما الا لعذر شرعي فان لم يستطع الصوم اطعم ستين مسكينا هذا ما يتعلق بالجماع فالجماع اذا وقع من الانسان في نهار رمضان والصوم واجب عليه فانه يترتب عليه الاحكام السابقه وهذه الكفاره اعني كفاره الجماع في نهار رمضان انما تجب بشرطين الشرط الاول ان يكون الجماع في رمضان فلو جامع في قضاء رمضان او جامع في صوم نذر أو في صوم كفارة فإن الكفارة لا تجب عليه، إنما تجب الكفارة المغلظة إذا كان الجماع في نهار رمضان. والشرط الثاني أن يكون الصوم واجبا عليه. فإن كان الصوم لا يجب عليه كالمسافر مثال ذلك إنسان سافر المسافر يباح له الفطر. فلو جامع زوجته وهو مسافر فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه لأنه فعل ما هو مباح له لأن المسافر لا يجب عليه الصوم إذا الكفارة المغلظة إنما تجب بهذين الشرطين الشرط الأول أن يكون الجماع في نهار رمضان فلو جامع مثلا في قضاء رمضان في شوال او في ذي القعده او في المحرم او في غير ذلك فلا كفاره عليه، لماذا؟ لأن النص انما ورد في رمضان لأن الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال ما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قوله في رمضان هذا قيد يخرج ما لو كان الجماع في غير رمضان الرابع من المفطرات أو الخامس الأكل والشرب ما كان بمعناهما آه الجماع الرابع من المفطرات خروج خروج المني عمدا يعني تعمد إخراج المني فاذا تعمد اخراج المني فانه يفطر بذلك وقولنا تعمد اخراج المني احترازا مما لو خرج المني بغير اختياره كما لو احتلم فان صيامه لا يفسد فلو ان صائما احتلم في نهار رمضان فصيامه صحيح لماذا نقول لان لامرين الامر الاول ان فعل النائم ان فعل النائم لا ينسب اليه شرعا كل ما فعله النائم فانه لا ينسب اليه شرعا الدليل على ذلك قال الله عز وجل في اصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال وثانيا ان النائم حينما خرج منه المني خرج منه بغير اختيار منه فإذا قدر أن الإنسان احتلم في نهار رمضان فأنزل منيا فإن صيامه لا يفسد بذلك أما من تعمد إخراج المني باستمناء أو مباشرة أو غير ذلك فإن صيامه يفسد ولكن لا كفارة الكفارة إنما تجب بالجماع دون غيره يعني دون ما لو انزل والدليل على فساد الصوم بانزال المني يقظه لا مناما قول النبي قول الله عز وجل في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجل واخراج المني من الشهوه الخامس من المفطرات اخراج الدم بالحجامه. إخراج الدم بالحجامه يعني لو حجم الإنسان لو أخرج دمه بالحجامه فإنه يفطر بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم والحجامه هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفه إخراج الدم من البدن بطرق معروفه فمتى احتجم الانسان وهو صائم فان صيامه يفسد اما بالنسبه للحاجم أم اما بالنسبه للمحجوم فلما يحصل في بدنه من الضعف بسبب الحجامه واما بالنسبه للحاجم فلان الحاجم يمص القاروره وربما تسرب الى جوفه شيء من الدم وهو لا يشعر وبناء على هذا فإذا قدر ان الانسان حجم بطريق لا يمص به القاروره يعني بطرق حديثه لا يحصل بها مص القاروره فحينئذ يكون الفطر بالنسبه للمحجوم لا بالنسبه للحاجم ويقاس على الحجامه ما شابهها من الفصد والشرط وكذلك ايضا التبرع بالدم فلا يجوز لمن كان صيامه واجبا ان يتبرع بالدم حال صومه الا ان تدعو الضروره الى ذلك كانقاذ نفس معصومه او انسان يحتاج الى من يتبرع له بالدم فحينئذ يجب عليه ان يتبرع بالدم فيفطر ويتبرع بالدم واما تحليل الدم او معرفه عينه الدم فهذا لا يضر الصائم لو ان الصائم في نهار رمضان او في غيره قام بتحليل الدم او اخذت منه عينه لدمه فان ذلك لا يضره كذلك ايضا لو قلع سنه او ضرسه وخرج منه دم فان ذلك لا يضره كذلك ايضا لو اصابه رعاف ونزف دم من انفه او اصابه جرح فخرج منه دم فان ذلك لا يضر لان هذا في الغالب يكون يسيرا لا يؤثر على البدن السادس من المفطرات اخراج القيء عمدا وان شئت فقل تعمد اخراج القيء والقيء هو اخراج ما في المعده من الطعام والشراب فمن تعمد القيء في حال صيامه فان صومه يفسد واما من غلبه القيء وهاجت معدته ولم يتمكن من حبسه فان صيامه صحيح والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي فبين النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ان من ذرعه القي يعني غلب وخرج منه كرها بغير اختيار فلا قضاء عليه يعني ان صيامه صحيح ومن استقاء الهمزه والسين والتاء تدل على الطلب يعني طلب اخراج القي ف... فعليه القضاء فاذا تعمد الانسان ان يخرج ما في معدته من الطعام والشراب فان صيامه يفسد واما اذا كان ذلك بغير اختيار منه كما لو هاجت معدته او آه تقيا بغير اختيار منه فان صيامه صحيح السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس فمتى حاضت المرأة أو نفست فإن صيامها يفسد كما تقدم سواء كان ذلك في أول النهار أم في وسطه أم في آخره وأما لو أحست بآلام الحيض أحست بآلامه وبانتقاله ولكنها لم ترى دما إلا بعد أن غربت الشمس فإن صيامها صحيح. هذه المفطرات السته السابقه ما عدا الحيض هذه المفطرات السبعه السابقه ما عدا الحيض والنفاس لا تفطر الصائم الا بشروط ثلاثه. الشرط الاول ان يكون الانسان ان يكون الانسان ذاكرا فان فعل شيئا من المفطرات السابقه ناسيا فان صيامه صحيح فلو اكل او شرب ناسيا او جامع ناسيا او فعل مفط او استمنى ناسيا او ما اشبه ذلك فان صيامه صحيح والدليل على ذلك عموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله عز وجل قد فعلت وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فاكل او شرب. وفي روايه عند الدارقطني من نسي وهو صائم فافطر وهذه الروايه تشمل جميع المفطرات الصائمه فليتم صومه وفي قوله عليه الصلاه والسلام فليتم صومه اشاره الى ان صيامه تام وان اجره تام وانه لم ينقص شيء من اجره ومن صومه بسبب فعله هذا المفطر ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولكن متى ذكر متى ذكر الصائم الذي يأكل ويشرب ناسيا متى ذكر أو ذكر وجب عليه أن يلفظ ما في ما في فمه من طعام أو شراب لأنه قبل أن يذكر أو يذكر كان معذورا بالنسيان وبعد ان ذكر او ذكر وجب زال عنه العذر الشرعي فيجب عليه ان يلفظ ما في فمه من طعام وشراب وهنا مساله مهمه وهي اذا رايت شخصا ياكل او يشرب ناسيا حال صيامه فهل يجب عليك ان تذكره او تدعه وتقول هذا رزق ساقه الله له فلا فلا تمنعه من التبتع بالطعام والشراب الجواب انه يجب عليك ان تذكره بذلك لان هذا الرجل الذي اكل وشرب معذور بالنسيان لكنك لست معذورا في النصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الشرط الثاني من شروط كون المفطرات السابقه مفطره ان يكون عالما فان كان جاهلا فلا شيء عليه فمثلا رجل حديث عهد باسلام يظن ان الجماع لا يفطر ان الذي يفطر الصائم هو الاكل والشرب فجامع حال فجامع في نهاري رمضان متعمدا ولكنه جاهل فإنه لا شيء عليه لأنه معذور بالجهل قال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والجاهل غير متعمد الشرط الثالث من شروط كون المفطرات السابقه مفطره الاختيار يعني ان يفعل المفطرات السابقه باختيار منه فان كان فعل فان كانت هذه المفطرات السابقه بغير اختيار منه بمعنى انه اكره على الفطر فان صيامه صحيح لعموم قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله الايه فاذا كان الله عز وجل قد عذر الانسان ورفع عنه المؤاخذه اذا اكره على الكفر مع عظمه فما دون الكفر من باب اولى ولقول النبي عليه الصلاه والسلام عُفي لامتي عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه والاكراه على الفطر له صورتان الصورة الأولى أن يكره على أن يفعل ذلك بنفسه بأن يهدد ويقال له مثلاً اشرب ماء والا فعلت بك كذا وكذا كل هذا الطعام والا فعلت بك كذا وكذا من الأمور التي يحصل بها إكراه فهذه صورة الصورة الثانية أن يُفعل به المفطر كرها كما لو أمسكه شخصان وصب الماء في حلقه او وضع الطعام في حلقه ففي الصورتين صيامه صحيح ولا شيء عليه لانه لم يفعل هذا المفطر باختيار منه اذا كل المفطرات السابقه ما عدا الحيض والنفاس لا تفطر الصائم الا بالشروط الثلاثه السابقه ان يكون ذاكرا وضده الناس الثاني أن يكون عالما وضده الجاهل والثالث أن يكون مختارا وضده المكره بقي المسألة الثالثة فيما يتعلق بآداب الصيام الواجبة والمستحبة الصيام له آداب واجبة وله آداب مستحبة فمن الآداب الواجبة في حال الصيام أن يقوم الصائم بما أوجب الله عز وجل عليه من الواجبات ومن أعظمها صلاة أداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة ومع الأسف الشديد أننا نرى أناساً في نهار رمضان يتهاونون في أداء الصلاة في وقتها ومع الجماعه بل تجده لا يصلي الصلاه في وقتها فينام من بعد الفجر ولا يستيقظ الا قبيل غروب الشمس فلا يصلي صلاه الظهر في وقتها ولا يصلي صلاه العصر في وقتها وهذا قد فعل محرما بل كبيره من كبائر الذنوب وهذا داخل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هذا الرجل الذي يصوم عن الاكل والشرب ولكنه لا يصون صيامه عن المحرمات وعن ترك الواجبات، حظه من صيامه الجوع والعطش. كذلك ايضا يجب على, على الصائم ان يصوم ان يصون صيامه من المحرمات من الكذب والغيبه والنميمه والسب والشتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه فعلى المؤمن ان يحرص على صون صيامه باتيانه بالواجبات وترك المحرمات وان قدر ان شخصا سابه او شاتمه وهو صائم فليقل اني صائم وفي روايه اني امرؤ صائم فلو ان شخصا خاصمك وجادلك او سبك وشتمك حال صيامك فلا تقابل سبه بالسب او شتمه بالشتم وانما قل له اني صائم وفائده قولك اني صائم اعزاز نفسك يعني انه لم يمنعك انه لم يمنعك من مقابله سبه الا حفاظا على صونك على صومك وصيانه له فلست عاجزا عن ان ترد ان ترد عليه مسبته وشتمه ولكنك لكونك صائم تصون صيامك عن مقابلته وفائده ثانيه ايضا انه اقطع للنزاع لأن الذي يسبك ويشتمك إذا سمعك تقول إني صائم فإنه ينتهي لأنه لن ي... لأنه سيعرف أنك لن تقابل إساءته بالإساءة فعلى من حصل على من سبه أحد أو شاتمه حال صومه أن لا يقابل سبه بسب أو شتمه بشتم بل يحفظ صومه ويصونه ويقول له وليقل له إني صائم أو إني امرؤ صائم كذلك أيضا ينبغي للصائم أن يحرص على الآداب والأعمال المستحبة للصائم ومنها أولا السحور فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة وقال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر، فينبغي للمؤمن ان يحرص على السحور وهو الاكل في اخر الليل امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به وحفظا لقوه بدنه وتمتعا بما اباح الله له من الطعام والشراب ولانه يستعين بهذا الاكل على الصيام في نهاره. من الاداب ايضا الفطر وتعجيله فيسن للصائم ان يبادر بالفطر متى تحقق غروب الشمس لقول الله عز وجل في الحديث القدسي احب عبادي الي اعجلهم فطرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولكن تعجيل الفطر مشروط بأن يتيقن ويتحقق او يغلب على ظنه ان الشمس قد غربت واما مع الشك فلا يجوز له الفطر من الاداب ايضا المستحبه للصائم حال صيامه ان يحرص على التقرب الى الله عز وجل بانواع القرب من كثره الصلاه وكثره تلاوه القران والصدقه والاحسان وبذل الخير فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران فلرسول الله صلى الله عليه وسلم في جوده كالريح المرسله فلتحرص يا اخي على بذل الاحسان والجود والصدقه والتقرب الى الله عز وجل بانواع القرب والطاعات ومن اعظم ما ينبغي للانسان في رمضان ان يعتني به هو قيام رمضان فقيام رمضان فيه فضل عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قيام رمضان صلاه التراويح التي يصليها المسلمون بعد صلاه العشاء في ليالي رمضان فينبغي للمؤمن ان يحرص على اداء هذه الصلاه بخشوع وطمانينه وينبغي للائمه بل يجب على الائمه ان يحرصوا على الطمانينه على الطمانينه في اداء صلاه القيام والا يعجلوا عجله تمنع الماموم من فعل ما يسن ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله انه يحرم على الامام ان يسرع سرعه تمنع الماموم من فعل ما يجب ويكره ان يسرع سرعه تمنع المأموم من فعل ما يسن الواجب على الأئمة أن يحرصوا على الطمأنينة وأن لا يعجلوا في صلاتهم بل يطمئنوا فيها ويراعوا من خلفهم من الضعفة والعجزة الذين ربما احتاجوا إلى وقت للسجود والنهوض من السجود فعجلة الإمام وسرعته إن كانت تمنع المأمومة من فعل ما يجب فهذا حرام عليه ولا يصح ان يصلى خلف من يفعل هذا مثل هذا لا تصح امامته واما اذا كان الامام يسرع سرعه يمنع الماموم من فعل ما يسن بمعنى ان الماموم لا يتمكن معه الا من ان يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم فقط ياتي بالواجب فهذا في حقه مكروه لا ينبغي له ان يفعل ذلك فليحرص الأئمة في صلاة الفريضة وفي صلاة التراويح على الطمأنينة في الصلاة وعلى أن يأتوا بالصلاة كما على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان ولا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي ومن الأمور أيضا المستحبه للصائم في رمضان ان يحرص على تفطيل الصوام ان يحرص على تفطيل الصوام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل اجره من فطر صائما فله مثل اجره ولكن ما معنى من فطر صائما هل يكفي ان يفطره على تمره أو نحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما يعني أشبعه يعني أعطاه طعاما يشبعه وإلا فالصائم يستطيع أن يفطر بالنية أو بشربة ماء أو نحوه فالمراد من فطر صائما أي أعطاه ما يحصل به إشباعه من طعام وشراب من تمر او غيره فعلى الانسان ان يحرص على الاعمال الصالحه في هذا الشهر الفاضل وفي هذا الشهر الكريم وما هي الا ايام معدوده فمن زرع فيه خيرا وعمل فيه خيرا فسيجد ذلك الخير احوج ما يكون اليه ومن فرط في هذا الشهر فسوف يندم حين لا ينفع الندم أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وإياكم من رقدات الغفلة وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة وأن وأن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا وأن يهله علينا بال... باليمن والإيمان والسلامة والاسلام وان يوفقنا فيه للصيام والقيام وما تيسر من الاعمال وان يكون سببا لعتق رقابنا من النار وتكفير سيئاتنا ووالدينا وجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. ومن لديه سؤال ف... فليتفضل نعم